بدر بنون. نعم بدر بنون يسجل لنادي قطر يتقدم بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء. وبنون وابراهيم ماجد والاثنين الارتكاز اللي ما شفناهم يتقدمون، ممكن راؤول شويه يزيد، ولكن عمر العمادي شفناه في الفتره. تشكيله الفريقين، تشكيله المدرب القطراوي. نعم التفوق لنادي الريان، ولكن التعادلات نادره، التعادلات نادره عندما يجتمع الفريقين. كرة بتلعب لها خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن لم يجد المساندة في الكرة الماضية، طالت الكرة الماضية. خطأ، كرة بالخطأ خطيرة لصالح نادي الريان، محاولة كرة بتلعب، ولكن لا زالت. نعم غياب الرياني ليس بمثل غياب القطراوي، وليس بمثل غياب العرباوي اللي هو قاب قوسين أو أدنى. العودة إلى إنزونزي، محاولة لصالح نادي الريان، محاولة المرور من سفيان يبحث، ولكن راؤول ساندو في خطأ، في خطأ لصالح نادي الريان في الكرة الماضية. هناك خطأ لصالح نادي الريان في الكرة الماضية. شوف هنا المحاولة والمرور من اللاعب سفيان بوفال، ولكن بدر بنون في الكرة الماضية هو يعلم جيدا. كرة بتلعب الآن خطيرة لصالح نادي الريان، خطيرة. أوه على تمريرة أسامة التي لم تصل، على تمريرة أسامة. عادل السبي لا زال يسيطر على أحداث ومجريات اللقاء. كرة بتلعب لمام بروس، محاولة، ولكن رأسية بدر بنون في الكرة الماضية. شوف الإعادة العرضية من بشار، ورأسية بدر بنون في الكرة الماضية، ولكن مرت على يمين حارس المرمى إيفانيلدو رودريغوس لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. وسيطر لنادي الريان، نعم، ولكن ليست بالفاعلية الكبيرة، بينما نادي قطر إلى الآن ينجح. إلى الآن نادي بشار عادت الكرة لصالح نادي الريان. إنزونزي ينقل الكرة، عبد العزيز حاتم مقطوع الكرة، كرة بتعود، بينما الكرة بتعود فارغاس يلعب كرة الأمام دامي تراوري. لا زالت الكرة، ولكن في خطأ، في خطأ، في خطأ في الكرة الماضية، في خطأ في الكرة الماضية، والاصطدام والإصابة. إن شاء الله سلامات، إن شاء الله سلامات للاعب بدر بنون أو خافير مارتينيز الذي يتألم في الكرة الماضية، بينما نصف ساعة أولى يلعب كرة في وسط الميدان. حذاري، الله 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 على هذه الكرة، الله على الكرة الماضية. عادت الكرة، بدر بنون يلعب كرة، يمرر إلى باستوري، باستوري الكرة بتلعب إلى ناصر بير، ممكن تأتي العرضية الآن لصالح نادي قطر، البحث عن سباقات الخمس الأخيرة. كرة بتلعب الآن العرضية الخطيرة، ولكن رأسية بدر بنون في الكرة الماضية، لكن كرة بتعود لركلة ركنية. هي استفيق الملك القطراوي في الدقائق القليلة الماضية في محاولة الوصول ورأسية، ولكن تاني غوتشي يبعد الكرة الماضية. صراع أفريقي آسيا، يشعرون بالقلق من الاندفاع. لا هذا يبغي اندفاع للحصول على الهدف، ولا هذا يبغي اندفاع. في خطأ وتدخل وبطاقة صفراء على بدر، بطاقة صفراء بعد التدخل. قرار سليم، التدخل كان قوي من بدر بنون في الكرة الماضية. يشوفون الإعادة وسقوط خالد مفتاح في الكرة الماضية، بينما يشوفون الإعادة والضغط على حامل الكرة من قبل. زالت تعادل سلبي إلى الآن، لم يتمكن أحد من التسجيل. يشوفون الإعادة للكرة الماضية، الخطأ الذي يأتي لصالح نادي قطر. فضاعت من يوهان، عادت الكرة لصالح نادي الريان، الله يا دامي، خطيرة لسفيان، محاولة من سفيان، ولكن بدر لاعب شعب رياضي غير رياضي لن ينسى هذه الليلة، لن ينسى هذه الأمسية. ولكن شوط أول لم نشاهد الفرص الخطيرة، محاولة، ولكن بدر بنون في الكرة الماضية. يا بنون في الكرة الماضية بدر والرأسية، ولكن
ولكن ضاعت الكرة، ضاعت الكرة الماضية على نادي قطر. حاول فيها ولكن ارتقى بالشكل المطلوب، ولكن وضعية رأسه لم تكن بالشكل المطلوب، لأن يضع سنتين ويشعر أنه غاب كثيرا. العربي صار له 26 سنة. يد، أنا أقول لك فيها لمسة يد من النظرة الأولى، فيها لمسة يد من الإعادة الثانية والثالثة. تركها لبدر بنون، هو من سينفذ، هل سيسجل هدف الخامس أو السادس عفوا؟ هدف الخامس، هو عنده 4 أهداف مع نادي قطر. بدر بنون عنده 4 أهداف مع نادي قطر. الآن من ركلة الجزاء هل يصل إلى هدف الخامس؟ تخيل معي أن بدر إذا سجل سيتفوق سجل التهديف على سيباستيان سوريا في هذا الموسم. تخيل أن بدر قادر على التفوق، قادر لأن يكون هداف نادي قطر. المدافع بدر أم إيفانيلدو رودريغوس يحرم القطراوي. بدر بنون، نعم بدر بنون يسجل لنادي قطر، يتقدم بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء من ركلة جزاء بعد لمسة يد كانت واضحة على اللاعب دامي تراوري. يأتي القطراوي، الملك القطراوي ليتقدم بالنتيجة 1-0 لنادي قطر على نادي الريان. بدر بنون يضع القطراوي في المقدمة. نعم القطراوي أفضل في الشوط المباراة الثاني، الملك كان أفضل من الرهيب في شوط المباراة الثاني، فاستحق التقدم فنال ذلك. نعم نال التقدم بعد الاستحقاق، نال التقدم بعد الاستحواذ، نال التقدم بعد المحاولات اللي كانت لنادي قطر، فاستحق ذلك القطراوي. الميدان، الانتصار في مباراة اليوم لنادي قطر والانتصار في المباراة القادمة لنادي قطر، هذا يعني نادي قطر قطع شوطا كبيرا للوصول الى المربع الذهبي. ومراضاة الجماهير الغير راضية، الحزينة، الزعلانة في تنقل كرات من قبل لاعب نادي الريان، البحث عن افضل طريقه للوصول. يوهان بولي يلعب كره ولكن براسيه يوهان كره بتعود الى حارس. عن ما يقدم في ارضيه الميدان كانوا يطالبون اكثر من ذلك، ولكن عادت عمر العمادي في وسط الميدان. معتز بسطامي يلعب كره الى الامام، محاوله لناصر بير، يبحث ناصر، محاوله لصالح نادي قطر. محاولة الآن في الكرة الماضية، عادت الكرة لصالح نادي الريان، خطيرة لسفيان. سفيان بوفال يبحث في نقل جهة لعب، الآن كرة تصل إلى يوهان بولي، يبحث يوهان، مر يوهان ولكن مقطوع. إبراهيم ماجد يبعد الكرة الماضية وسط اعتراض من تلعب تاني جوتشي. خطيرة الأخيرة. بولي في الكرة الماضية، يوهان بولي في الكرة الماضية، ولكن التغطية الدفاعية وماذا الاستلام كان رائع. لوحدة سدد الكرة بعيدة، لوحدة يوهان بولي سدد الكرة بعيدة لتعود الكرة إلى ضربة مرمى لنادي قطر. الفرن أتت بعد لمسة يد من دامي تراوري. ألف مبروك لنادي قطر في الانتصار في مباراة اليوم. حظ أوفر لجماهير نادي الريان ونادي الريان في الخسارة في مباراة اليوم. كان معكم المعلق عبد الرحمن العبد الله، أتمنى أن وفقت في نقل أحداث اللقاء لكم، على أمل أن نلتقي في لقاءات قادمة إن شاء الله. بينما الآن ننتقل بالصوت والصورة للكابتن عبد العزيز حسن والكابتن مشعل عبد الله، عندكم المايك وإلى اللقاء.